هذا يوم كبير وعظيم حجات الجمعية دلالة نورة كسمية الجمعية طريق النجاح طريق النجاح ورجال النجاح وأعاهدكم أن النجاح ديالكم غادي يولي أكثر من دابا بالوسائل اللي كاينة وداروا لي حفل تكريم وتراها بحال نقطة العسل على القلب ديالي اللهم تعالى يرضى عليكم ويفتح لكم ويجعل البركة في الأستاذ اللي اسميه ديالو حتى هو يوسف المؤسسة التعليمية مؤسسة الأطلس اللي مشيتو درنا فيها الأنشطة وشرفنا الأخ سميتو الغالي حتى هو وجاه من الأصدقاء ديالي من الجيل ديالكم الله يرضي عليه حتى هو كيسمع الهضرة ديالي وكنرشدو وكذا لهذا مرة أخرى أجدد الشكر للجميع والأخت حرش حتى هي جات مرحبا بها سميرة عبد هي بنت من المؤسسة أطلس الأخت ديالي أختك هذه بارك الله معنا في الجمعية مالي اللي تحب لك تتبع صافي وهي الحاجة معنا الله يجعل فيها البركة وهما الأخوات كلهم وهذه بنت ثاني وقت معنا هذه بنت خالتي نورة هذه اختي ها صغيرة صغيرة صافي دابا تذكروا تبارك الله لا الله يخليك هذا الشيء هذا كامل اللي عطانا وعطى مدينة مكناس وعطى من مكناس وتازا المغرب كامل يعرف بابا حجي وماشي أول مرة إن شاء الله غادي ندير هذا الشيء مازال غادي يتعاود هذا الشيء قليل في حقه ونتمنى إن شاء الله يقبل علينا وتحياتي لكم وكنبغي نشكر من 24 ويسلان نيوز على التغطية ديالهم وعلى التشجيع ديالهم وعلى المساندة ديالهم للجمعية في أينما رحنا وطحنا وكنبغي نقدم لكم أمين من الجمعية أعطيوش الكلمة السلام عليكم اولا تنشكر بابا حجي اللي هو غني التعريف قيدوم العمل الجمعوي والكشفي بالمغرب منذ 1956 يعني منذ استقلال المملكة المغربية كان بابا حجي يواكب الأنشطة ويواكب دعم توابت هذه الأمة ويدعم الوطن وهو بسببه زرع حب الوطن وحب التضحية في نفوس الناشئة وفي نفوس الصغار قبل الكبار بابا حجي ليس فقط هو ابن مدينة مكناس بل هو ابن مدينة تازة وما أدراك ما مدينة تازة المدينة العظيمة والعريقة تازة العالية الغنية بكهوفها وبجمالها وبطبيعتها كان لي الشرف أن أزورها مرة واحدة وأكرر الزيارة إن شاء الله مدينة معطاءة ومدينة غنية جدا وبعد ذلك جاء إلى مدينة مكناس العاصمة الإمبراطورية المولي إسماعيل والمدينة التاريخية فكان بابا حجي قد قدم لهذه المدينة مجموعة من الدعم ومجموعة من الأنشطة وأشياء كثيرة جدا لا يسعنا المقام هنا لذكرها لكثرتها سنوات كثيرة من العطاء أكثر من 50 سنة من التضحية ومن العطاء مجانا وهو قيدوم العمل الجمعوي بالمغرب ومن الرموز التي يجب على وزارة الثقافة ومن هذا المنبر أن تقوم بتكريمه حقا بشكل يستحقه لو كان في دولة أخرى لكان له تمثال أو لكان له مركز ثقافي باسمه وندعو من هذا المنبر الجميع لتكريمه وتقديم جزء من ما قدمه لهذه المدينة أشكر الصحافة التي كانت معنا وواكبتنا ووقفت إلى جانبنا صحافة سواء ويسلن نيوز الغنية على التعريف ولا منبر 24 الذي جاء من الدار البيضاء إلى مكناس من أجل هذه التغطية نشكره من هذا المنبر ونشكره جزيل الشكر وشكر للأعضاء الذين حضروا معنا كل باسمه الأستاذة حجيبة مؤطرة وفاعلة جمعوية الأستاذ حاتيم
رئيس نادي التصوير والسينما، زكريا رئيس نادي التنشيط بجمعيتنا، عبد السلام دي جي الجمعية، والذي كان له الفضل في عدة أنشطة سابقة. وأشكر والدة رئيسة الجمعية لحضورها السيدة فاطمة، شكرا لحضورك. وأشكر فاطمة الزهراء أصغر مشاركة معنا في هذا التكريم، وأشكر المؤطرة الشابة سميرة، وأشكر أمال العلوي، كما أشكر السيد حسن لتقديمه لنا هذا التغطية، والمغني والصحفي وكل شيء، كثير المواهب نتمنى له العطاء السيد سفيان. وشكرا للجميع، لا تنسوا تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.